إذن رجعنا مشاهدينا ورح نكمل معكم مواضيعنا في شاي الضحى وكثير من الأمور المهمة في حياتنا. فاليوم رح نروح إلى الإمارات العربية المتحدة مع ضيفتنا إعلامية ومراسلة ومذيعة أخبار من تلفزيون أبوظبي، أبدعت في مجالها وأيضا تميزت كونها من الإعلاميين المؤثرين على شاشة تلفزيون أبوظبي، ولها أسلوبها الخاص في طرح المواضيع. بالتأكيد رح نرحب بضيفتنا الإعلامية شمس المرزوقي من الإمارات العربية المتحدة من تلفزيون أبوظبي. صباح الورد وحياك الله معنا في شاي الضحى. صباح النور، يا هلا، مرحبا فيكم. بصراحة حابة أشكر اليوم قناة الكويت على هاي الاستضافة، وإن شاء الله أكون ضيفة خفيفة عليكم. حياك الله معانا اليوم، لأن فعلا في هذه الفترة كثير من الأشخاص اللي تركوا بصمة إيجابية. فبالبداية أستاذة خلينا نتكلم عن فكرة بصمة سعادة، برنامج بديتي فيه بالإنستغرام مع لقاءات خاصة وأيضا ضيوف مميزين. صحيح، فكرة بصمة السعادة طبعا هو فريق تطوعي تم تأسيسه من قبل رئيس الفريق السيد محمد أحمد. طبعا الهدف من بصمة السعادة هو توعية الشباب بالعمل الإنساني والعمل التطوعي. طبعا بدينا نحن برنامج استضافة الضيوف يعني في رمضان، بدينا والحمد لله يعني نالت على إعجاب الكثير، وحاليا نحن موقفين من البرنامج يعني لأنه أوريدي قاعدين نجهز لأفكار جديدة عشان نطلع بحلة جديدة وندعم فيه خريجي الإعلام. نعم أستاذة شمسة، في موضوع وايد مهم إحنا كلنا وبالعالم يعني هذا الشيء نتشارك فيه، في جائحة كوفيد-19 وايد من الأشخاص حسوا أنهم مو قادرين ينتجون ولا قادرين يعطون، وبالمقابل في كثير من الأشخاص فعلا قدروا أنهم يحققون كثير من الإنجازات على عكس يمكن الأيام اللي كان متاح لهم كثير من الأمور، لكن صار عندهم مثل التحدي. أنا ودي أتكلم عن هالموضوع هذا تحديدا، إيش كثر للإعلام دور كبير أنه هو يسلط الضوء على هذه النوعية من الأشخاص اللي عندها أهداف وعندها مبادرات تقدر أنها هي تطلع للمجتمع وتفيد غيرها أيضا. طبعا أكيد الإعلام له دور كبير، وبالذات في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم حتى مع وجود الجائحة، احنا اللي يبغى يشتغل يشتغل، اللي يبغى يطلع يطلع، اللي يبغى ينتج ينتج. اليوم مع الإعلام الحديث ما في شيء يوقفنا، بالعكس أصلا حتى صار كل شيء سريع وسهل وفي متناول الجميع. يعني أنا اليوم أقدر أطلع من خلال فيديو سناب شات، من خلال فيديو في الإنستغرام، أقدر أوصل اللي أبغي، أو أقدر أوصل الأفكار اللي أبغيها أو الأعمال اللي حابة أقوم فيها. بالعكس الشغل ما توقف. نعم. موجود مثل ما هو. نعم صحيح، لكن ودي أتكلم عن النتائج اللي حصلتوا عليها من بعد هذا البرنامج، إيش كثر حسيتي أن هناك في مبادرات وفي ردود أفعال إيجابية بالنسبة لكم؟ الحمد لله حصلنا نتائج جدا جميلة، وبالذات ان احنا بدينا البرنامج هذا في رمضان وفي وقت الأزمة يعني، ومثل ما انت عارفة يعني اغلب الناس كانوا قاعدين في بيوتهم، واحنا يعني كان وقتنا بعد صلاة التراويح، فهذا الوقت كان جدا مناسب، والحمد لله حصلنا على نتائج جدا إيجابية ومشاهدات كبيرة الحمد لله. نعم طيب، أنا ودي أتكلم عن بعض الأمور المهمة جدا، يعني احترام خصوصية الآخرين، هذه نقطة وايد مهمة وإحنا دائما يمكن نركز عليها في الإعلام وأن الواحد لازم يحترم خصوصية الآخرين، لكن بالنسبة لك وخصوصا في هذه المبادرة وهذه الفكرة في هذا البرنامج، إيش كنتي تقصدين عنا أن الواحد لازم يحترم خصوصية الآخرين؟ طبعا اليوم كوني انا متواجده بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وبالذات في انستغرام، اشوف مرات انه ما في احترام لخصوصيه الغير، سواء انت كنت مؤثر او غير مؤثر، كنت شخص معروف او غير معروف. فشفت انه لازم نتناول هذا الموضوع في البرنامج او في حلقه من الحلقات، ويكون مع ضيف مختص في هذا المجال عشان فعلا نوصل فكره احترام خصوصيه الاخرين كيف ممكن يكون. نعم طبعا، والحمد لله الحلقه هذه على اعجاب الكثير. نعم نعم، واكيد لان الموضوع وايد مهم اليوم، خصوصا في كثير من الظروف اللي احنا قاعدين نعيشها، وحتى قبل جائحه كوفيد-19 وايد اشخاص يمكن يحسون ببعض الامور انها هي خاصه فيهم، الناس دائما تتكلم عنها، فايش كثر مهم ان اليوم يكون في وعي من هذا الجانب. يمكن الاشخاص اللي يحبون هم خلينا نقول نوعا ما يتطفلون على الاخرين ما يقصدون هذا الشيء، ولكن ممكن يسيء لغيره، فايش كثر مهم انه بالاعلام يصير في تسليط الضوء دائما على مثل هذه المواضيع.
بالعكس جدا مهم، عشان كل عارف كل شخص يكون عارف حده او عارف وين النقطه اللي ممكن يوقف عندها ويحترم خصوصيه الغير، لان في هناك يعني اسئله ما صراحه حتى للناس المعروفه او للشخصيات المشهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، في اسئله او في امور جدا جدا تكون خاصه وعليها خط احمر. فاحنا لما تناولنا مثل هذا الموضوع الأستاذة هالة كاظم، وبصراحة يعني ما قصرت، كفت ووفت يعني من حيث النقاط اللي أو كيف ممكن الشخص يحترم خصوصية الغير، سواء بيته أهله من كل النواحي حتى في شغله، يعني هناك احترام لخصوصية الغير. نعم أكيد، من خلال برنامج اليوم نوجه تحية للأستاذة هالة كاظم، فعلا هي من الشخصيات النسائية القوية جدا والمؤثرين بشكل إيجابي على السيدات أيضا نقول تحديدا. أيضا بالنسبة لك معا تتميز بصمتنا، خلينا نتكلم عن الإعلام الحديث من وجهة نظرك، إيش كثر حقق هذا التميز خصوصا الأشخاص المبدعين؟ طبعا الإعلام الحديث اليوم سهل وسريع وفي متناول الجميع، حقق تميز كبير لكثير من الناس، يعني وبالذات احنا نشوف اليوم ناس في مواقع التواصل الاجتماعي خذوا فرصتهم وفتحت لهم أبواب وآفاق كثيرة. يعني اليوم احنا نقول الإعلام الحديث عطى مساحة أو عطى فرصة الشخص اللي يحمل شهادة والشخص اللي ما يحمل شهادة، عطى مساحة للناس اللي عندها خبرة وللناس اللي ما عندها خبرة، على الرغم من بعض السلبيات اللي مثلا موجودة في الإعلام الحديث أو في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أني أنا أشوف أن إيجابياتها أكثر، إيجابياتها أكبر، لأنها فتحت آفاق لناس فيه. نعم نعم أستاذة شمسة، يمكن أكثر شيء إحنا حسينا فيه خلينا نقول ونعمة خلينا نقول التواصل والتكنولوجيا بالجائحة اللي إحنا نعيش فيها كوفيد 19، إنه خلتنا نتواصل مع بعض عن بعد مثل لقائنا التلفزيوني حاليا، فقربت الأشخاص الأبعاد منا، في أمور صارت بسرعة نوصل لها، يمكن ما له داعي الواحد يسافر، ما له داعي الواحد حتى يحضر مقابلة، صار التواصل جدا مهم وأسرع وممكن الواحد يوصل الفكرة والمضمون. فودي أتكلم عن هذه النقطة تحديدا، إيش كثر أنت تشوفين حضرتك بأن هذه الجائحة رغم خلينا نقول السلبيات اللي أكيد موجودة فيها وأثرت في حياتنا، إلا أن لها إيجابيات يمكن خلتنا نستخدم التكنولوجيا بشكل أفضل، فإيش كثر هالشيء هذا بالنسبة لك يعني قام يخدم الأشخاص اللي مثلك إعلامياً؟ بصراحة قام يخدمنا كثير إعلامياً، صار التواصل مثل ما قلت لك صار على فكرة، نعم. يعني ومثل ما أنت تقولي صار أسهل وأسرع، صار التواصل اسهل اسرع، اليوم ما يحتاج انك انت مثلا تروحين للشخص الفلاني بريولك، او ما يحتاج انك حتى تتصلين، يعني صار التواصل كله عن طريق التكنولوجيا بالتليفون، مسجات على مواقع التواصل الاجتماعي، صار كل شيء سهل وخدمنا نحن كاعلاميين. يعني صار في تواصل بين الأفراد والمؤسسات بشكل أسرع، بشكل سلس جدا وسهل، والحمد لله هذا التطور اللي حاصل يعني في التكنولوجيا ساعدنا، وبالذات في مثل هذه الظروف يعني ما قطع التواصل، بالعكس زاد التواصل. نعم أستاذة شمسة، خلينا نتكلم عن دورك كإعلامية بارزة للمجتمع، وش كثر حاولتي انك تعطين كثر ما تقدرين وخصوصا بالفترة اللي احنا نعيش فيها؟ صراحة احنا حاولنا او يعني تحديدا انا حاولت اني اقدم كل ما هو هادف من محتوى، واني اكون خير من يمثل بلادي وخير من يمثل الشباب. نعم نعم، خلينا نتكلم شوية عن أبرز المواضيع اللي تحسين أنه لابد من الإعلاميين أنهم يسلطون الضوء عليها، يمكن في بعض المواضيع المهمة اللي تفيد كثير من الأشخاص اللي توصل رسالة واضحة، فخلينا نتكلم شوية شنو هي تحسين المواضيع اللي لازم الواحد يسلط الضوء عليها وخصوصا من الجانب الإعلامي أكثر؟ أنا أشوف بصراحة المواضيع اللي تخص فئة الشباب سواء الذكور أو الإناث، اليوم إحنا لازم ندعم فئة الشباب سواء خريجين الإعلام أو غير الإعلام، لازم ندعمهم، نوقف معاهم، نحاول نوصلهم للطريق الصحيح، ندعمهم من خلال دعمهم لأفكارهم، نعم. أو نشوف شو هي قضاياهم، فأنا أشوف جدا مهم أن نسلط الضوء على القضايا اللي تخص الشباب. نعم أكيد، وللشباب يمكن دور فعال وبارز بالمجتمع، لأن احنا قاعدين نحاول أن نوصل يمكن حق كثير من الأمور اللي تكون من أهدافنا، ولكن من خلال الإعلام يتم تسليط الضوء على هذه المبادرات الشبابية. وأيضا إيش كثر عندكم بالإعلام الإماراتي في دولة الإمارات العربية؟ ما شاء الله قاعدين نشوف كثير من الشباب المبدعين والمنجزين، إيش كثر بالإعلام عندكم قاعدين تركزون الضوء على هذا النوع من المبادرات من الشباب اللي فعلا
عندهم هذا الطموح العالي والإنجازات اللي هم لابد أن الناس تشوفهم وتشوف إيش كثر الشباب فعلا عنده هذا الإبداع. بصراحة مركز بشكل كبير جدا، والحمد لله حكومة دولة الإمارات يعني هدفها الأول هو تطوير الشباب أو توعية الشباب، والتركيز كبير في كل المؤسسات وفي كل الجهات المحلية عندنا بأنه يتم تسليط الضوء على الشباب أو إعطاء الشباب المهارات الأساسية وتطويرهم وتطوير قدراتهم ووضعهم في المكان المناسب. نعم نعم، بالنسبة لكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلينا نتكلم شوية عن بعض الأمور إعلامياً قاعدين تغطونها، خلينا نقول مثل الأمور التوعوية الخاصة بجائحة كوفيد 19 علشان ترجع إن شاء الله يا رب الأمور إلى طبيعتنا، فإحنا أكيد الكل يتساءل، كل دولة لها بعض الأمور اللي مختصة فيها، وأنتم عندكم ما شاء الله إحنا قاعدين نتابع يومياً في دول الخليج، كل دولة يمكن عندها شيء مميز، فودي شوية نتكلم عن هذا الجانب التوعوي بالنسبة لك أيضا كإعلامية. قصدك عن كوفيد 19؟ نعم. الحمد لله نحن اليوم مسوين حملات توعوية كيف الواحد يتبع الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس. في عنا مثل ما قلت حملات توعوية، وعنا أيضا محاضرات وندوات تقام عن بعد للوقاية من هذا الفيروس، وتقدم لهم نصائح بشكل دوري أو بشكل يومي. وعنا أيضا مراكز الفحص اللي موجودة في كل مكان، واللي يقدرون الناس أنهم يفحصون بين كل فترة وفترة. وأيضا تسليط الضوء من خلال وسائل الإعلام، من خلال قنوات التواصل الاجتماعي بمدى خطورة هذه الجائحة وكيف ممكن الواحد يتحذر أو يقي نفسه من هذه الجائحة. نعم، يعطيكم العافية وفعلا موفقين يا رب، وخصوصا من الجانب الإعلامي اللي قاعدين تسلطون الضوء على كثير من الأمور الإيجابية في حياة المجتمع سواء عندكم بالإمارات أو حتى المجتمع الخليجي، نقول له طابع واحد وعادات وتقاليد مشتركة. قبل لا نختم معك حابين رسالة أو كلمة أخيرة توجهينها للسادة المشاهدين. بصراحة أنا حابة أشكر كل الجهات والمؤسسات اللي تدعم خريجي الإعلام، لأن بالفعل خريجي الإعلام يحتاجون لبيئة تحويهم، لبيئة يتألقون فيها ويبدعون. وشكرا لقناة الكويت وتلفزيون الكويت على هذه الاستضافة، وأنا بصراحة وايد أحب الكويت، فإن شاء الله تمر هاي وإن شاء الله تمر يعني هاي الأزمة وتعدي، لأني فعلا اشتقت لها وأزوركم إن شاء الله وأزورهني وناسي. حبيبتي إن شاء الله أكيد ديرتك الثانية الكويت، نورتينا وشرفتينا أستاذة شمسة في شاي الضحية، يعطيكم ألف عافية، موفقة حضرتك وكل زملائك الإعلاميين في هذا المجال وفي الرسالة الهاتفة اللي يقدمونها للمجتمع، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم، شكرا لكم. شكرا لك. إذا فعلا احنا قاعدين نشوف ان كثير من الاشخاص والشباب حتى في اعمار صغيره قاعدين يحاولون هم فعلا ينجزون وخلينا نقول يقدمون رساله وهدف واضح جدا للمجتمع. راح ننتقل معاكم الى فقرتنا القادمه وشويه نغير خلينا نقول من مواضيعنا، لان فعلا كثير من الامور المهمه ايضا في حياتنا مثل الديكور. فقرتنا القادمه ان شاء الله راح تكون مع زميلتنا انسام الخلف مع مصممه الديكور بدور اللغاني، تابعوها.